تم في كنيسة القديس جوارجيوس بالكرك صيامة الأخ صفوان زيدين شماسا إنجيليا أثناء خدمة القداس الإلهي الاحتفالي الذي ترأسه سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس، حيث حمل الشماس الجديد اسم القديس توما أحد تلاميذ الرب يسوع المسيح الاثني عشر كشفيع له في خدمته. شارك في الخدمة عدد من الأباء الكهنة والشمامسة الأجلاء وبحضور الأم أرين عويس رئيسة دير السيد العذراء ينبوع الحياة في دبين وبعض من أخويتها وجمع محدود من أبناء الرعية بناء على قوانين الدفاع التي تفرضها الحكومة نتيجة جائحة كورونا التي يمر بها العالم أجمع. وطلب سيادته من الحضور أن يصلوا من أجل الشماس توما لكي يثبته الرب الإله ويمنحه النعمة والبركة لخدمته. اليوم الكنيسة بتدعوك حتى تدخل لقدس الأقداس في الدرجة الأولى من الشموسية، في الدرجة الأولى من الكهنوت، وهي الشموسية يا ابني. الشموسية هي الخدمة في الكنيسة. هاي الفترة رح تكون فترة لإلك حتى فيها تمارس لتورجية الكنيسة وتتعلمها بعمق. هاي الفترة هي فترة تدريب روحي لإلك اللي فيها رح تتعلم الخدمة. من أراد أن يكون فيكم الأول فليكن لكم خادما، هيك علمنا يسوع معلمنا يا ابني. الخدمة هي التواضع، والتواضع هو الطاعة، والطاعة هي عيش، هي حياة، هي حياة وصايا الله اللي انت بتترجمها من خلال جهادك الروحي لحياة. هاي حياتك هي اللي رح تبقي المسيح حي في وجدانك، في كيانك، في قلبك، في ذهنك، في يومك، في كل لحظة من لحظات حياتك. حضن أبوك السماوي اليوم مفتوح حتى يحتضنك، حتى يغمرك بمحبته، بحنانه، بعطفه، برحمته، وحتى تدخل لقدس الأقداس حيث تشتهي الملائكة القديسون التطلع وسماع صوت الكلمة. وبعد نهاية القداس والصيامة تقبل الشماس الجديد التهاني من الحضور في قاعة الكنيسة.